جماعة الإخوان المسلمين. يعني هي جماعة الإخوان المسلمين تأسست عام 28، ومع تأسيسها بدأنا نعيش العنف والاغتيالات والعدوان على القضاء والقتل والتدمير وحريق القاهرة، كل ده عشناه في ظل هذه الجماعة. وخرج من هذه الجماعة كل الجماعات التكفيرية اللي اتخذت من الإسلام، وهم بعيدين كل البعد عن الإسلام، وسيلة للقفز على السلطة واختطاف مصر وتغيير هويتها. فالحقيقة كان هناك، ما فيش شك، كان هناك بذور فتنة لسنوات طويلة أو لعقود طويلة مضت. توحد الشعب المصري في 30/6 وظهر العنصر والمعدن الأصيل. كل بيت بالأمس كان فيه حزن شديد جدا. كل أسرة مصرية كانت تعيش بالأمس حالة حزن وعلى ما حدث لإخواننا الأقباط وهم يصلون لله. دكتور، يعني العدوان على بيت من بيوت الله ده يعني خسة وحاجة لا توصف الحقيقة. يعني دكتور، أنتوا كحزب وفد ولديكم نواب ولديكم كتلة برلمانية، النهاردة في إجراءات بتتاخد لإجراءات لمواجهة الإرهاب، ويمكن سيادة الرئيس النهاردة بعد الجنازة مباشرة اتكلم وقال انه مجلس النواب الحكومة انه لابد ان ياخدوا الاجراءات لحماية الوطن اولا وحماية شعب مصر العظيم من هذا الارهاب. انتوا كحزب وفد رأيكم ايه في التعديلات او مقترحين تعديلات ايه على القانون ولا على الدستور، ولا ايه اللي انتوا شايفينه يا فندم يتعمل؟ شوف بقى، عايز اقول لحضرتك احنا النهاردة اثناء تشيع جنازة الشهداء كان حديثنا هذا الموضوع. وكان سكرتير عام الوفد ورئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة ومجموعة من النواب كان حديثنا حول هذا الأمر، كيف يخرج في خلال ساعات تعديلا لقانون الإجراءات الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية عندنا مشروع قانون مقدم من الوفد، وأيضا الحكومة مقدمة مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية. القاضي الطبيعي أو القاضي العسكري هم قضاء وهم يحكمون بالقانون وبالعدل، لحسن يعني نغمة الإحالة للقضاء العسكري، وكأن القضاء العسكري يعني لا يحكم، لا يحكم بالعدل. لا، القضاء العسكري عنده سرعة إنجاز عشان ما عندوش العقبات اللي موجودة في قانون الإجراءات الجنائية. وبالتالي القاضي الطبيعي إذا ما تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية سيتم الفصل في أي قضية في مدة لن تتجاوز من 4 إلى 6 أشهر. بل أن هذا القانون سيسمح للقاضي أن يحدد المدة التي سينتهي منها من إصدار حكمه. يعني لو بتنظر أمامه قضية، القاضي سيعلن أن أنا في خلال يوم كذا في شهر كذا هكون منتهي من هذه القضية. سماع الشهود هيكون للقاضي حق التقدير، ما اقدرش كل 10 أو 20 محامي كل محامي بيجيب له 500 شاهد، كل ده إطالة لأمد التقاضي، وده اللي بيؤدي إلى بطء العدالة. أيضا مسألة الادعاء المدني، النهاردة بتدخل تدعي مدني 500 محامي يدخلوا يدعوا مدني، ومع كل ادعاء مدني بتأجل أسبوع أو 10 أيام. كل هذه الأمور ليس تعيب في القاضي الطبيعي وليس تقصير من القاضي الطبيعي، ولكن العيب، كل العيب في القانون، قانون الإجراءات الجنائية. وبالتالي هذا القانون لابد وأن يصدر في خلال ساعات، في خلال ساعات، لأن في أولا ردع العقوبة عندما تصدر مواكبة للجريمة فيها ردع للآخرين. إنما الناس عبال ترتكب جريمة ثم نمكث سنوات وتصدر العقوبة. غابت فكرة الردع وغابت فكرة العقاب، ومن أمن العقاب طبعا عمل كل شيء. فحضرتك بتقول انتوا النهاردة متقدمين بهذا الأمر بالتنسيق، أو لأن الحكومة كمان امبارح كان معانا الوزير مجدي العجاتي قال تقريبا نفس الكلام. فحضرتك بتتكلم على درجات تقاضي مرحلة أولى، بتتكلموا على نقض، إن هي تتصدى في حالة رفض، في حالة نقض الحكم، إن النقض هي اللي تتصدى، وبالتالي طبعا. أيوة. ده تم. إنما قانون الإجراءات يعني درجات التقاضي تم فعلا إن في حالة النقض تتصدى، تتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع. أيوة. لكن مثلا أنا النهاردة علشان فترة نقض الحكم 60 يوم، أنا ليه خلال 60 يوم؟ 15 يوم.
مسألة الشهود. النهاردة مسألة الشهود مفتوحة أمام في أي قضية يتقدم أولا عدد من المحامين ضخم جدا. لا، من حق القاضي أن يحدد عدد المحامين اللي يمثلون أمامه في الدفاع، بدل ما يبقى عندي 50 محامي وكل كل محامي جايب لي 30 شاهد، يبقى أنا عندي 1500